مشاهدينا الأحباء، يلجأ المرضى والمعالجون إلى الطب البديل عند عدم فعالية المعالجات الطبية التقليدية في شفائهم، والمعالجات البديلة تعتمد كما نعلم إما على الجانب العقلي والنفسي للمريض أو على أساس بيولوجي أو على أنظمة علاجية كاملة تشمل الجوانب النفسية والجسدية والروحية. طبعا للحديث عن الطب البديل وأنواعه يسرنا أن تنضم إلينا في الاستوديو الدكتورة ثواب الغبرة، دكتورة بالكيمياء الغذائية. يسعد صباحك دكتورة ثواب، وأهلا ومرحبا بك. يا أهلا وسهلا، متأهلين. الطب البديل، يعني خلينا ننطلق بحوارنا، إذا كان هناك تعريف محدد للطب البديل، هل هو يعتبر فعلا هو الطب أو بديل للطب التقليدي، أم هناك تعريف خاص منفرد بالطب البديل؟ هلا الطب البديل من الكلمة بيوحي لك إنه هو بديل، لكن ليس هو بديل، هو مكمل للطب التقليدي. هلا نحن الفكرة الأساسية الجوانب العلاجية، نحن من عاير الطب إنه هو فقط هو يأتي وقت عند المرض والأمراض والأمور هي. الطبابة هي ليست بالجسم عنا إياها أو للإنسان بحاجة، فقط في وقت المرض والمشكلة. الطبابة بتجي بالوقاية، بتجي أثناء المرض، بعد المرض، بالعلاج، بالنقاهة، بالأمور هي. من هون بيجي أهمية الطب الذي يسمى بديل، وأنا بسمي الطب المكمل للطب التقليدي. نعم، مكمل، لأنه بده يمشي مع سير حياة الإنسان من أول ولادته لحتى نهاية الحياة. تمام. فهي هي أهم شيء تعريف له، هو طب مكمل وليس طب بديل. تماما، لا يمكن أن نستعيد عن يعني عن أنواع الطب، وأنه بتكمل كلياتها بعضها بالضبط. حتى البعض بفترة العلاج مع وجود الدواء التقليدي لازم يكون في خطوات، شو بده يأكل، شو بده يشرب، شو بده يتصرف، شو بده يتعاطى مع مرضه. يعني حتى مع وجود الطب التقليدي لازم يكون ماشي معه الطب. تمام، إذا هما مساران متكاملان متلازمان بيكملوا بعضهم البعض، أكيد الهدف هو الصحة العامة، وبيمشي يعني الطب البديل، وإن شاء الله بنكون أخذنا العلاج بالطب التقليدي. تماما. طيب الطب البديل يعني هل أو بماذا يختلف عن الطب الشعبي أو الطب المعروف يعني في بلادنا تحديدا؟ الطب البديل هو عبارة عن محيط، تمام؟ له أنواع بالعلاجات الروحية والنفسية، والعلاج النفسي والروحي، والعلاج البيولوجي. لكن هو عندك مشكلة في الطب البديل، إنه أحيانا بتكون الدراسات تبعه موثقة، وأحيانا الدراسات تبعه غير موثقة، نتجت عن تجارب بعض الناس الذي اكتشفوها بالصدفة عند خلال تعاطيهم مع الأمراض بشتى أصنافه. نعم. مشكلة الطب البديل هو إذا ما كان الموجود فيه الدراسات السريرية ما فينا نقدر نوثق فيه. يعني بنحكي ناخذه عن قال وقلنا، وان ما بيراعي انه الاجسام بنى مختلفه. نعم. الطب التقليدي بيراعي اختلاف الاجسام، بيراعي اختلاف فصائل زمر الدم، بيراعي مثلا اختلاف الطبيعه التجاوب، رغم انه احيانا كثير بيكون مؤذي، ولكن يبنى على الدراسات السريريه، فبيعطي الصيغه القانونيه له. أما الطب البديل ففايد فيه الدراسات السريرية، وفايد فيه هو تجارب الخلق فيه. نعم. فهذا هو اللي بيعطي أحيانا عدم مصداقية لكل أنواع الطب البديل. نعم. لأنه بيدخل فيه إحساس الإنسان، وهذا تعالج، هذا ما تعالج، هذا نصح الثاني، هذا استفاد. نعم. هذا ما استفاد. لذلك ما بنقدر نكون فيه على موثوقية إذا ما تأكدنا منه. وهون بتكمن خطورة الطب البديل. نعم. إذا أنا معرفت أنا أتوثق من تحري صحة المعلومة تبعه. تمام. إذا يعني فينا نقول هناك تداخل ما بين الطب البديل والطب التقليدي. طبعا توجد طبعاً تداخلات. طبعا طبعا. نعم. طبعا. لكن الدراسات السريرية توجد في الطب التقليدي، لأنها داخلة فيها منظمات صحة عالمية، وما في. نعم. أي دواء بيطلع بدون ما يدرس. لكن لا أخفي تدخل الشركات التجارية وتدخل العامل الاقتصادي كمان. نعم. مو كمان بيعمل صحة كمان للطب التقليدي. نعم. تماما تماما. طيب هل ثبت علميا كل ما ورد في الطب البديل؟ هلا بالطب البديل طبعا لا، لانه مو هو كل عناصره وكله، وخاصه في بعض الاصناف من الطب البديل او الانواع تعتمد على الدراسات الروحيه وعلى الدراسات النفسيه على الاحساس كمان، على الشعور وهالامور. نعم. هي والتامل واليوغا والامور هي كلياتها. نعم. بالعلاج الفيزيائي في كثير دراسات اثبتت انها هي مجديه اكثر من العمل الجراحي. يعني انا بالنسبه لي انا عنا يا اكثر شيء بينجح في الطب البديل انا بالعلاجات الفيزيائيه، اثبتت. نعم. كثير نجاحاتها، لكن
المشكلة مع العلاج الفيزيائي، خبرة المعالج الفيزيائي، كيف انتقي المعالج الفيزيائي اللي دارس هاي المهنة هاي. فهي بالضبط. مثلا عندك مرض مثل القرحة، مثلا الاستخدام المديد لأدوية المعدة هذا مرخي لعضلات الجسم بشكل كامل. هلأ مثلا استخدام غذاء صحي والأمور هاي كلياتها تعالج رسومة المعدة مثلا أو سبب التقرح، هو اللي بيعطي كفاءة وقوة للطب البديل اللي بتفوق فيه عن الطب التقليدي. مو يعني أنا ألغي هذا الموضوع لأنه لا سمح الله صارت مثلا مثل مرضى القرحة صارت تدرج للحموضة في منطقة المري، بيصير عندنا مثلا كيف فتق بعضلة الحجاب الحاجز، إذا ما عالجنا شيء بسرعة ومن ثم نحن داركنا بالطب البديل. تماما. طيب الطب البديل أكيد له أنواع وأقسام، نتعرف على أبرز هاي الأقسام. هلا حسب التخصص اللي فايت فيه الطب البديل، بنقول نحن الإنسان هو عبارة عن روح ونفس وجسد. حتى الطب البديل بيتدخل بالأمور النفسية، بالتأمل، باليوغا، بالعلاج الفيزيائي بالجسد، بيعطيك إنه قديش فكرة عن مسارات الطاقة بجسم الإنسان. ما بيتعاطى مع الإنسان، بيعامل فقط الجسد والدم والمكونات تبع الدم والتحاليل والصور الأشعة، رغم إنه بكتير بيعتمد عليها، لكن الأنواع كتير متعددة، بتشمل العامل الجسدي، بتشمل العامل النفسي، بتشمل العامل الروحي. حتى بالعامل الجسدي في تخصصات بيولوجية بالطب البديل مثل طب التغذية وهالأمور هي كلياتها، فبتلاقي كتير أنواع متعددة ما بتقدر تحصرها بكلمة أو كلمتين. لكن المشكلة التطفل على الطب البديل ومصداقية الطب البديل هو اللي هو بيخلينا نعمل ناخد فرامنا شوي أو نتوقف على حسب مصداقية هاي العلوم. دخول بعض الناس الغير متخصصة له تضعف مصداقية الطب البديل. هلأ الفكرة الأساسية، الطب الشعبي على احترامنا لمعلوماته الرائعة، في بعض المعلومات جدا رائعة فيه، وسهولة الطب الشعبي والطب التقليدي اللي بيتعاطى بالطب النباتات والأمور هاي، في أشياء كتير صحيحة فيها لكن في أشياء كتير غير سوية فيها. تماماً. يعني هي إذا ما كانت مأخوذة من حتى الأطباء التقليديين صاروا يروح على اختصاصات الطب البديل حتى يوثقوا هاي المعلومة ويفرزوها أو يفرزوها بالنسبة لأنه ويفلتروها ويخلونا نعرف المعلومة الصح من المعلومة الغلط، لأنه معظم الطب الشعبي قائم على دراسات التجارب وليس على دراسات تشمل فئات معينة من الناس بكل أنواع. طيب هلا هو معناته بيتطلب ثقافة، يعني بيتطلب معلومات يجب أن تكون على مستوى عند الجميع. في عنا استطلاع طبعا. دكتورة ثواب، خلينا نستعرض أقسام الطب البديل ونبدأ بعلاجات العقل والجسم. يعني ماذا عنها؟ هلأ من أجمل ما بيكون هلأ من حكي المشاهدين واضح إنه آسرين الطب البديل طب الأعشاب وطب النباتات وهالأمورين. برجع بقول الإنسان هو عبارة عن جسد ونفس وروح. العقل مداده والأمور هاي كلياتها، تدخل الطب البديل بهالأمور وقت شاف الإنسان إنه طاقة الشفاء هي طاقة أفكار عقلية أو هالأمور هاي، والعامل النفسي قديش بيتدخل بعامل الشفاء، والشفاء طبعا أولا وأخيرا من رب العالمين. ركز الطب البديل على الأمور الطاقية اللي بيعطيها الإنسان لنفسه ولجهازه المناعي. يوجد داخل الدماغ في غدة اسمها الغدة الصنوبرية. هاي الغدة هي مسؤولة عن تمازج حالة المشاعر للإنسان وحالته النفسية مع الحالة الفيزيولوجية جسمه. فهي بتعمل مثل كيف بدي اقول لك توازن موجات بيناتهم هذول الاثنين. في حال اي اضطراب حدث على المزاج النفسي او على المزاج الفكري بيعمل تغيرات رهيبه جدا للجهاز المناعي والاشياء المرتبطه فيها هي الغده. هاي الغده بنعملها بنعتبرها المايسترو بعد الغده النخيه والغده النخاميه على تنظيم كل الغدد الصماء والساعة البيولوجيه والحاله المزاجيه، وحتى هي لها قدره على التحكم كمان ايضا بالغدد الصماء. لها قدره رهيبه جدا على التحكم بالجهاز المناعي. فهون بيجي بقى العامل الفكري والنفسي قديش مهم انه يركز عليه، اللي كان نحن غافلين عنه بدراساته هالامور هي. هاي الاشياء لا يمكن ان تكتشفها هاي الامواج هاي، انه اي اجهزة ترنين او اي اجهزة متطورة لشحنات الدماغ، غير انه الواحد هو يحاول هو اللي يحفز نفسه بطاقة الشفاء والامور هي. فاتت لها علوم كتير مثل علوم الريكي والطاقة والتأمل واليوغا والامور هي كلياتها. ما بقدر احصر هاي الاسامي هاي كلياتها وكل واحدة بحر، لكن برجع بقول الإنسان من عنده هو سبحان الله، كل ما كان إيمانه بالله تعالى عالي وإيمانه بفكرة الشفاء هو بتتوازن كل الأمور تبعه. كل ما كان هو على طريق صح
كل ما هو الإنسان سبحان الله صار بطريقة غلط، تغيرت نفسيته، تغيرت كل أموره، تغير ميزانه. نعم. فهون بقى بيجي قوة إنه تحويل تقوية الفكرة قديش إلها أثر على العامل البيولوجي للجسم. فهو بيجي بيربط هذا الطب عندي يا بالحامل النفسي والحالة المزاجية للإنسان وسلوك هذا الإنسان بقدرته على التحكم بوظائفه. نعم. فهي هي الفكرة تبع أنه نحن ما نشمل فقط أنه هو نبتة عطار ولا نبتة شيء أو علاج فيزيائي فقط، لأنه كثير بيشمل الطب البديل فات على الحالة المزاجية للإنسان والحالة النفسية والعامل الروحي كمان، وقسم الإنسان لعدة هالات وهالأمور هيك اليادة. بغض النظر نحن مو تخصصنا هذا لنفوت بكل علم بعلمه، لكن برجع بقول لك أنك عم تسألني عن محيط. نعم. فات في كثير علوم فيها، وهي العلوم هامة على كل أنواعها، لكن حلو الإنسان يكون متوازن ويأخذ ما يهمه منه، وفوق كل ذي علم عليم وقت بيعجز عن شيء يسأل المتخصص. نعم صحيح. طيب قسم آخر من أقسام الطب البديل وهو أو هي الممارسات القائمة على أساس بيولوجي. أيضا نتحدث عن أهداف هذه الممارسات القائمة على أساس بيولوجي، مثلا فيتامينات، مكملات غذائية، نباتات التغذية، الأنظمة الغذائية الخاصة، والحميات أيضا. بالضبط. تمام. هذا اللي حكينا فيه ما عليها. نعم. أيوة. أول الفقرة شو حكينا؟ حكينا أنه الطب التقليدي ممكن يعالج المشكلة بشكل الآني، يعني لا سمح الله أنثى مصابة بكيسة مبيض، تمام؟ نعم. فغلط جدا أنه كيسة لح تنفجر وصار حجمها 7 سنتي نيجي. نعم. نقول ميرمية ومردقوش وهالأمور هيك اليهدى. بدنا نتعاطى مع الطب التقليدي بأدويته بقصصه وسيره، لكن نعم. الطب التقليدي بيستخدم الهرمونات والمواد الكيميكال برودكتس، لأي إذا فاتت على جسم بشكل كتير عالي، إذا أدخلت أنا الهرمون عطول بشكل مستمر على جسمي كسلت الغدة اللي بتأفرز هذا الهرمون، لذلك أنا بقول علاج الهرمون بهرمون على المدى البعيد فاشل جدا، لأنه أنا خففت توازني الهرموني بجسمي. فلذلك مين بنلجأ بقى؟ للطب النباتي اللي هو هذا هو التقليدي والنظام الغذائي الصح اللي بيوقف السبب اللي أدى إلى تشكل هاي الكيسة. نعم. لكن التعاطي الهرموني لأنثى على المدى البعيد وصلت لحالة أخرى، صارت عندك يا إذا بدها تعالج مشكلة صار بدها تعالج 7 مشاكل. نعم. بما فيها مثلا مشاكل الشقيقة، نزوجة الدم، جلطات الرجلين، الحالة المزاجية اللي هي المتعكرة من وراء هاي الهرمونات. لكن في عندنا حالة طارئة لا نستطيع أن نعتمد على وقت علاج الطب التقليدي، وقت علاج الطب البديل. نعم. لبين ما يحدث عنا، لكن وقائيا الطب البديل هو أقوى من الطب التقليدي. يعني صحيح. في ناس مثلا لا سمح الله في عائلات في كانسر ثدي، ليش لنفوت بحالة حتى نستناها؟ لا، من البداية الطفلة من أول ما بتولد بهيك عائلة الأم الواعية بتحفز إنه نحن ما بنتناول الاستروجينات الغلط النباتية. نعم. ما بنتناول هي الوعي والثقافة. هون بقى بيجي كل إنسان كيف حسب وعيه وثقافته. الطب البديل لا ينتظر إنك تمسك شهادتك حتى لو كان تشخصك، بدك تقرأ عن الحالة، عن الأمراض الوراثية بكل عيلة حتى ما تفوت بدوامة مشاكل الأجداد السابقين. تماما. فهذا هو هون هذا حلاوته، إنه أشمل وأكثر، لكن لا نستغنى عن الحالات الطارئة. تمام. اللي بيتعاطاها الطب التقليدي. تماما. أيضا هناك قسم هو الممارسات القائمة على الجسد أو على الجسم بشكل عام، يعني قد يكون مثلا تدريج. أيوة، العلاج الفيزيائي. بصراحة علاج فيزيائي. أنا من أكثر الناس المعجبة بعلم العلاج الفيزيائي، وأتمنى أنه بلادنا تنهض بتطور هذا التخصص. نعم. لأنه هذا التخصص أثبت نجاحه بشكل رهيب وفاق وأغنى البشر عن عمل جراحي. نعم. نحن بنعرف أي إنسان بيقدر يأجل أي عمل جراحي بفهم وبعلم وبحكمة أحسن من حلوله بالعمل الجراحي. العمل الجراحي عطونا بناخده آخر حل، لأنه العمل الجراحي هو تغيير أساساً، فتح لكتالوج رباني لا يستطيع أي جراح مهما بلغ من. نعم. قدرته الفائقة على إعادة المصنع مثل ما بيقولوا حتى القيصريات. نعم. وكسرت عددها هلأ بهالحالة. نعم. بيقولوا أنه هي أسهل وما في تألم وهالأمور هي. شوف مشاكلها بعد، يعني نحن بنعاني من البطن اللي فيه القيصرية. تمام. أكثر بكثير من البطن اللي جايب الأنثى فيه 7 أولاد. نعم. هذا الشرخ اللي بده يصير بالجلد، وبعدين ومن ثم عندي الغشاء تبع البولون والطبقات، ومن ثم إزاحة هندسة الأمعاء الدقيقة، ومن ثم شرخ الرحم، ومن ثم إخراج. هذا بيعمل كتير، بده جسم فترات ليعيد نفس. نعم. الط
الطوية هي والترتيب. مو يعني أنا ضد القيصرية في حال لأنه أنا بيهمني سلامة الأم وسلامة، لكن صارت موضة تتراودها أي أنسح بحيث أن توفر على حال الوقت وعشقة الحياة بياخدوا موعد للولادة. عرفت كيف علي؟ نحن ما عم نفوت ضدها، لكن كسرتها بطعمة وبلا طعمة نحن منفوت فيها. أما العلاج الفيزيائي مثلا على علاج المفاصل، علاج الديسكات، إذا أنا بقدر اغتني فيها خفف التأذي المفصلي على العصب اللي طالع من الفقرة، إذا قدرت أعالجه بعلاج فيزيائي ليش لا؟ ليه لا أضطر أني أنا فوت على علاجات الفيزيائي؟ العمل الجراحي للأعصاب، العمل الجراحي للأعصاب كتير دقيق جدا، يعني أي خطأ بشري حيكون في عواقبه وخيمة جدا. صح، تماما. مو يعني نحن ما منشيد بجراحينا، أعوذ بالله، بس الفكرة الأساسية العمل الجراحي دائما نحطه آخر خطوة، وتكراره دائما هو بيرفع احتمالية الإصابة بهاي الأخطاء اللي ممكن هي تكون طبعاً عواقبها مسيئة للصحة العامة بشكل عام. طيب، في عنا نحن كل الأساليب اللي تحدثنا عنها هي عبارة عن أساليب مساعدة دكتورة، ولكن في الطب البديل ما هي ما يعني هناك ما يسمى بالأنظمة الطبية الكاملة، يعني نتحدث عنها وعن طرق استخدامها، وإذا في نعطي أمثلة يعني كمان عنها. هلا هي شاعت بالمصحات العالمية بحيث إنه يكون في أطباء متخصصين بروفيشنال، ويكون في مركز للعلاج الفيزيائي، مركز للعلاج النفسي، مراكز تأمل طبيعة، أكسجة أكثر للجسم، إبعاد الإنسان عن كل الضغوطات العصبية والنفسية، هي بتكون موجودة بشكل هي اتباع نظام غذائي صحي. لكن برجع بقول لك تطبيقها بالأرض الواقع في بلادنا صايرة محدود، إنه محدود جدا، محدود. لكن الإنسان بيقدر يتعرض لها بيحسس هو بيروح على هالتخصصات حيث ما تناسرت تناسرة. لكن الفكرة كل إنسان بيعرف في عنده ضعف بجانب معين. هلا في ناس ما شاء الله كان العامل النفسي والروحي عالي عنده جدا، لكن العامل الجسدي عنده ضعيف جدا. في ناس العامل الجسدي صحي جدا وهالقصص هي، لكن هي ما عاملة الروحي أبدا، أقل شيء نفسيا بهزهز. في ناس لا ما شاء الله متكاملة، في ناس أي نقطة ضعف بتحاول ترممها، يعني كل إنسان بيتعاطى مع صحته بطريقة مختلفة حسب فلسفته هو بدماغه. في ناس بتعتبر العامل الصحي من أهم الأشياء عندك ياها، بس هي ما بتعتني فيها، فقط بتحكي إنه قديش الصحة والعافية مهمة وشوف حياته اليومية. آخر هي بتكون آخر أولوياته. تماماً. أما في ناس لا، عندها أولويات، عندها راحة النفسية أو الأمور هي. في ناس بترفض أعمال ومواد وماديات كتيرة بس مشان الراحة النفسية لها. هذا حسب أولويات كل شخص. لكن ببلادنا بحد ذاته هذا النظام المتكامل اللي أنت عم تحكي عليه مو موجود حاليا في بلادنا، إلا إذا تعاطى الموضوع عندك يا بكل واحد حسب جانبه. نعم. طيب، في الآونة الأخيرة احنا بدأنا نسمع عن يعني أنظمة جديدة أو مسارات جديدة للعلاج، مثل العلاج بالطاقة، الصوم المتقطع، الحجامي أيضا. يعني ما رأيك بهاي العلاجات؟ علاجات رائعة. هل أثبتت وحتى في أطباء تقليديين علمية مثلا؟ نعم نعم، أطباء يعني تقليديين أنا بعرف أنهم عم يتخصصوا بهالمجالات، وهي الأأمن. يعني ما شاء الله يكون عندك طبيب مختص ودارس طب يروح يختص في هذا المجال، هذا أكثر ثقة. نعم. تروح لعنده على مياني مثل ما بيقول. نعم. لكن الفكرة الأساسية هاي الدراسات إلها علومة، يعني حتى الحجامة من الطب النبوي، الطب النبوي له أسسه، له علومه، له ناسه، له معرفته. نعم. له في متطفلين عليه، يعني في أحاديث طفلت على الطب النبوي من أحاديث موضوعة، يعني كل هاي الأمور بدها فلترة. عرفت كيف علي؟ حتى أعرف إنه فعلا هذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه ولا لا. بس الحجامة معروف أثبتت صحتها لما فيها من خفض للزوجة الدم الضارة على الأوعية الدموية. الفكرة الثانية هي بترفع نسبة الأكسجين بالدم. فهي الأمور هي كلياتها لحالة بتعمل عندي إياها أساسا. الأسباب العلوية للأمراض كلياتها نقص نسبة الأكسجين بالدم وارتفاع اللزوجة. مدى ما صار هيك الوصول الأكسجين للعضو اللي بده يؤدي وظيفته. صحيح. فمن هون لقينا أنه هي لازم حتى دخلوها أطباء تقليديين وصار في علوم وفي تخصصات فيها. إيمة عن الأخر الطب الغذائي، يعني أنا بالنسبة لي علم الغذاء أنا بقدر أشرب دواي 20 يوم وقت بيكون أنا مريضة، لكن أنا أضل مع الدواء لطول حياتي. الدواء اللي بيقولوا لك يا الأطباء أنه بده يستمر معك طول الحياة بتبروا أنه هو دواء فاشل، لأنه ما حل مشكلة. تماما. بكل الأحوال دكتورة هي ما زالت
عدد كمان الدراسات قائمة لإثبات كل ما هو جديد خاصة بهاي المجالات العلاجية اللي ذكرناها في الأخير. وإن شاء الله يعني الطب دائما هو في حالة تقدم ودراسي ولا تتوقف الاكتشافات العلمية. بدنا نشكرك جزيل الشكر لها الإضاءة اللي قدمتي لنا إياها حول مفهوم الطب البديل والتقليدي ومكانته طبعا بالعلاج الصحي. الدكتورة ثواب الغبرة دكتوراه بالكيمياء الغذائية، شكرا لحضرتك ولو مشاركتك بحلقتنا اليوم من موزايك. هلا وسهلا.